حق المجنون نقلة نوعية. نعم. انتقل الحقل من مخلفات حربية إلى ديجيتال أويل فيلد، إلى حقل رقمي. طورنا كل تقنيات المعلومات. سابقا شل بعد ما انسحبت افتقر الحقل إلى هواية من البرامجيات بالإضافة إلى تقنية معلومات. بدأنا نرمم وبدأنا ننهض وبدأنا نطور تقنية المعلومات. استخدمنا نظام الساب، استخدمنا نظام ساب أريبا، استخدمنا الفي جي اي اس وهذا فد برنامج متطور، استخدمنا الديجيتال ويرهاوس مانجمنت، يعني صار عندنا مجمع مخازن رقمي يدار رقميا، كان الحقل ما في هذا المجمعات المخازن. كذلك اقتبست هذه الفكرة إلى شركة نفط البصرة وتم إعداد بروبوزل يستخدمون هذه الفكرة إلى مخازن نفط البصرة. كذلك طورنا البنى التحتية للحقل، وبفترة قياسية بالرغم من التحديات اللي يمر بها الحقل، تحديات كوف 19، تحديات السيول والتأخيرات اللي سببتها، كذلك بعض الأمور اللي كانت تأثر على استمرار العمل. بالرغم من هذه التحديات إلا أن هناك إنجازات رائعة في حقل المجنون، إنجازات على صعيد بنى التحتية، إنجازات على صعيد تقنية المعلومات تطويرها، وإنجازات على صعيد المنشآت السطحية واستثمار الغاز والنفط، وكذلك حقن الماء، وهذا لأول مرة يكون بحقل المجنون. سابقا بشر ما يعني كان عندها صعوبة بحالة مشروع حقن الماء، بالإضافة إلى تطوير المكامن واستكمال مشاريع الـ3D seismic.